إيديكم عم تشوفوا هو عبارة عن قصة قصص محلية وشعبية اللي كانت تقرأ الوالد الله يرحمها قبل النوم. فكون البعد عن المكان هي القرية اللي أنا عايش فيها، أخذتها من جوجل ماب. المكان هو عبارة عن بحيرة طبيعية، وهي الحيوانات اللي تعيش حواليها. فحاولت إني يكون أول صفحة بالكتاب هو حول المكان، تمام؟ في سوريا، في شمال سوريا، مدينة الحسكة. وطبعاً أنا في الشرق نفس الشيء، حاولت أستفيد من تجارب فنانين وشوي من التاريخ اللي قبل، كون أحب أجواء ألف ليلة وليلة. فركزت على المنطقة اللي يكون تمام منمنمات، يعني تمام تمام. حاولت أمين هي القصة، حاولت أنصر المرأة فيها اللي هي أنا مثلت شخصيتي أنا بمرأة ببنت، أعطيها أكثر شفافية، أعطيها أكثر رفعة، ما حطيت أنا شخصيتي. طبعا أولا أريد أشكر مهرجان أصيل الدولي بالدورة الخريفية وعلى رأسهم مدير المنتدى السيد محمد بن عيسى على دعوتنا، أنا وأخي وصديقي الفنان المغربي نفس الشيء اللي عايش في إسبانيا سعيد المساري للمشاركة بمعرض مشترك في قاعة مركز الحسن الثاني في مدينة أصيلة. طبعا أنا أشارك الآن طبعا المشروع هو عبارة عن قصة من القصص المحلية الشعبية السورية اللي كانت تحكي لنا إياها، قصنا إياها الأم والجدة قبل النوم. وكل هاي القصص هي شفهية، فأنا بابتعادي عن المكان والشوق والحنين للمكان سوريا والآن موجود ببلاد الغربة، فحاولت أخذ هاي القصص وأجمعها وإعادة أرشفتها وصياغتها من جديد، وقمت أعطيت النص لكاتب إسباني كتب النص، وأنا بالمقابل عملت الرسوم الداخلية لهاي القصة. أعيش ما بين إسبانيا والمغرب. المشاركة ديالي في هذا الموسم ديال 44 هي بواحد مجموعة ديال تقريبا هو معرض مشترك، ولكن في نفس الوقت هو معرض فردي، لأن فيه مجموعة أكثر يعني 60 عمل، والأعمال هذه منقسمة إلى قسمين.
فيه أعمال ديال الحفر ديال لاغرافور، وفيه أعمال يعني مكونة بصناعة الورق، فهمتي؟ يعني بطريقة الورق تقوم بتعبير على مواضيع شتى، منها الموضوع الأساسي وهي الذاكرة، ذاكرة الطفولة، ذاكرة الإنسانية، والذاكرة ديال التكنولوجيا.